في خبر مفرح الحقيقة، أعلن مستشفى الحجر الصحي بأها خروج وتعافي الحاجة حبيبة. هي أكبر مصابة بفيروس كورونا في مصر وبتبلغ من العمر 90 سنة، ده بعد تلقيها العلاج وشفائها تماما من إصابتها بالفيروس بعد ثبوت سلبية مسحتين متتاليتين ليها. طبعا بنقول للحاجة حبيبة الحمد لله على السلامة، بنتمنى ليها الشفاء العاجل ولكل المصابين بأمر الله، وخبر مفرح وإن شاء الله يا رب كده الكل يتعافى بإذن الله.